الموسيقار والفنان الكبير الاستاذ هاني مهنا، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنيه. استاذ هاني اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ هاني. يعني حتى الفن هو جزء كمان من وزاره الثقافه، يعني كانت افكار الدكتور اسامه الغزالي حرب ايضا متعلقه بالتزاوج بين الفن والثقافه. هل تؤيد ترشيحه ولا كنت من المعترضين؟ لا، اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا كان الاختيارات كانت عشوائيه شويه، مع كامل الاحترام والتقدير للاستاذ اسامه غزالي حرب، بكل له كل الاحترام بصراحه، انما هو بس تاهت بينا المعايير للمثقف. اولا كل الحديث اللي حصل، معايير المثقف شخصيا تاهت بينا، ده واحد. اثنين، ان النهارده احنا المعايير للوزير التنفيذي لازم يكون إدان ناجح ويكون ملم بالثقافة عشان هو وزير ثقافة، يعني بس يكون إداري ناجح. النهاردة الأحلام اللي قالها الأستاذ أسامة بأنه دعم السينما والمسرح وكذا وكذا، طبعا الظروف البلد اللي احنا فيها اقتصاديا لا تسمح بهذه الأحلام الجميلة، لا تسمح. أتمنى أن يكون تكون موجودة دي على الساحة عشان نقدر نحقق هذا الحلم الجميل. إنما في نفس الوقت الإدارة في هذا التخصص بالذات، زي ما قال أحد المتداخلين، إنه عبد الحميد رضوان رحمة الله عليه كان إداري ناجح جدا وليس متخصص في الثقافة، ولكن أدار بحكمة وبحنكة وزارة الثقافة في فترة زمنية كلنا شفناها، وكلنا يعني حصل فعلا إشعاع ثقافي من خلال وزارة الثقافة بالإدارة. فالإدارة شيء والمثقف حاجة تانية، ومعايير المثقف تاهت بينا دلوقتي في الكلام. فبالتالي ان احنا نفسنا، معلش مع احترامي طبعا، الشق السياسي غالب على الاستاذ اسامه غزالي حرب، ما فيش شك، كلنا بنحترم ده في مقالاته في كتاباته. الشق السياسي فعلا لكن شايفه لا يصلح وزيرا للثقافه، للاداره، الاداره الثقافيه يا استاذ وائل. هو احنا شفناه لسه اشتغل يا استاذ هاني، ما نشوفه. لا انا مش بتكلم، انا بتكلم على الاداره بالذات، لان النهارده اقول لك ايه، وزاره الثقافه مليئه بالثقوب ومليئه بالحكايه اللي مش اي حد يقدر يطولها او يصل اليها في زمن محدد. احنا وزاره انتقاليه، يعني تتكلم على 3 4 اسس بكثير. استحاله عبال ما الاستاذ اسامه يلم بكل الخيوط الداخليه دي ويبدا يحط استراتيجيه عشان ينعم بكل الاحلام اللي فيه، ده عايز 2-3 سنين. فالنهارده هيتظلم والله العظيم، انه تمام، انا موافق على هذا تماما، ربنا انقذه تماما، ربنا انقذه. لا انا متفق مع هذا 100%. طبعا فيهم ايه؟ طبعا استاذ هاني مهنا الموسيقار الكبير، الف شكر. خد